أكثر إذن حول ما يرد من أخبار عاجلة؟ نعم، هو عادة اليوم هو الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليمني، وترأسه الرئيس هادي بعد مبادرة الأمس، ناقش فيه جملة من الإجراءات التي ستبدأ الحكومة حتى الحالية بتنفيذها، ولكن تقرر في هذا الاجتماع أن تواصل الحكومة الحالية أعمالها حتى يتم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة. كما تعلم محمد أن هناك يعني تكوينة منظومة من الأحزاب والقوى السياسية التي يفترض أن تشارك في الحكومة المقبلة، وبالتالي فإن المشاورات بشأن تسمية أعضائها ربما تستغرق وقتا طويلا، وبالتالي فإن الرئيس هادي تم يعني رأس اجتماع الحكومة ليؤكد بأن هذه الحكومة ستواصل عملها حتى يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة وفقا للمبادرة التي تم الإعلان عنها أمس. أيضا تقرر في هذا الاجتماع أن يبدأ تنفيذ التخفيض الذي أعلن عنه أمس في أسعار المشتقات المصرية، وهو بنسبة 25% من إجمالي الزيادة التي أعلنت قبل شهر تقريبا، أي سيصبح سعر اللتر البنزين 175 ريال بدل ما كان 20 يعني كان 200 ريال، وأيضا سيصبح سعر اللتر الديزل 175 ريال عوضا عن 24 يعني عن 180 ريال، وبالتالي فأقول أن 195 ريال، وبالتالي فالحكومة ماضية أو عبر مصر هذه ماضي في تنفيذ. وهل هذا سيقطع الطريق ولو بعض الشيء أمام الحوثيين الذين يتذرعون بالمسائل الاقتصادية لمواصلة تمردهم؟ في الواقع أن مطالب الحوثيين تركز الآن، أصبحت يعتبرون بأن مسألة تغيير الحكومة ومسألة تنفيذ مخرجات الحوار هي قضية مطروحة منذ نهاية مؤتمر الحوار، وأن ليس فيها تنازل بالنسبة إليهم. مطلبهم الرئيسي المركز هو أن يعني إلغاء الجرعة، وإلغاء الجرعة مع أن يعني الإلغاء زيادة في أسعار المشتقات النفطية، وهو التزام نظرا للأزمة الاقتصادية. أنا هنا لا أبرر للحكومة، ولكن هذا ما يطرح، وهو أيضا التزام في من قبل صندوق النقد الدولي الذي كان قد تفاوض مع الحكومة اليمنية في قبل بضع سنوات أو عدة سنوات على منظومة أو مصفوفة يسمونها مصفوفة من الإصلاحات الاقتصادية التي تشمل أيضا إصلاح الأجهزة المؤسسات المالية والأجهزة الضريبية، وأيضا حذف وإلغاء الأسماء الوهمية والمكررة في مؤسستي الجيش والأمن وأيضا في الجهاز المدني. هناك ما من 48% من القوى البشرية المسجلة على كاهل السلطات أو الخزانة العامة للدولة غير موجودين، وهميين كانوا يوزعون كإتاوات لشيوخ القبائل ولمراكز نعم. سأكتفي معك بهذا.